بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم أيها الأحرار، السلام عليكم أيها الشرفاء، السلام عليكم أيها الحرائر. لا أملك تعبيرا تجاه هؤلاء القلوب الطاهرة والنفوس المطمئنة الأبية والتي تنطق بالحق، لا سيما ما جرى على لسان عزيزنا وولدنا العصفور وشيخنا الجليل حفظهم الله وعلى شباب ثورة 14 فبراير. لا يسعني أن أتكلم شيء سوى أن أقدم لكم خالص الشكر والتقدير والقداسة. كيف نركع وكيف نتراجع وعندنا من يقف متضامنا معنا، سواء بقينا بالساحات أو واصلنا المسيرات. فلساني يعجز أن أتكلم، ولا أملك إلا الشكر الجزيل والتقدير لكم، وأسأل الله لي ولكم ولمحتفليكم ولمطارديكم بالفرج العاجل، كما أني أقدم الشكر الخالص إلى أوائل الشهداء الذين هم الرواد وهم القادة وهم من قدموا الغالي والنفيس، قدموا ما جادت به أنفسهم من القرابين التي ببركاتهم وبوجودهم وبدمائهم التي لا تجف مواصلة هذا الحراك السلمي الثوري الذي لا بد أن نقف يوما ما إلى المحطة، محطة النصر، محطة العزة، محطة الحرية، محطة الفخر والشموخ الذي يوصلنا هذا الحراك المقدس الطاهر الذي استلهمناه من أئمتنا ومن أنبيائنا ومن قاداتنا، وعلى رأسهم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكذلك أريد أن أذكر نقطة قصيرة، اسمحوا لي فيها، ربما كررتها في خطبة الجمعة. مسألة الحمد لله، يكفيني أن أرى شخصا واحدا يقف بجانبي ويعاضدني ويمسك العصا السحرية التي تجعلني أسير قدما إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. هذا طبعا، فكيف إذا رأيت شعبا لا أقول برمته، منهم من يحمل هم قضيتي وقضية إخواني وقضية بقية العلماء الذين تعرضوا للإهانات، وإنما يكفيني فخرا واعتزازا وشجاعة وتشجيعا بأن أبقى مهما كلف الأمر. فوالله لقد نذرت نفسي من قبل ثورة 14 فبراير أنني أبقى في الساحة ولو إلى آخر قطرة من دمي. أحبتي، الكلمة التي يقولها خجل من عندها، أنا ما تأثرت
من الحضارية اللي يسموها حضارية مصر، ما تأثرت منها. وقد تعلمون أني مررت بمرحلة سجن 4 سنوات، سجن 4 أشهر، سجن 75 يوم، سجن في بيتي 7 أشهر، والمسجد قريب إلي، يعني ما في حتى 10 متر، ومع ذلك بقيت في بيتي أصلي منفردا والمسجد بجانبي. الحمد لله كله في رضا الله، وفي يعني فيما يحقق لنا إن شاء الله الأمل في القريب العاجل. ولكن الذي همني في المقام والذي أزعجني، كما ذكر رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله، قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. كل الأنبياء أوذوا، لماذا؟ قال رسول الله، رسول الله لا يشير إلى وضع الحجر على ظهري عندما يهجر من قبل أبي لهب وأبي جهل، ولا ينظر إلى المشركين عندما يضعون الشوك في طريقي عندما يخرج، وإنما ينظر إلى كلمة ساحر، إلى كلمة كاهن، إلى كلمة مجنون، كما ولم تصدر من قبل الجاهلية، وإنما صدر حتى بعد أن أنقذهم الله بهذا الجهود الذي استمر 23 سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا: دعوه، إن نبيكم ليهجر. هي الكلمة. من أجل ذلك قال رسول الله: ما أوذي نبي. وكذلك عندما أدركوا حرمة يعني حرمة القرآن في قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا من بعض الموارد الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذي. وأنا أقول وأعوذ بالله من قولي أن كلمة استدعاء رجل دين، أنا أو غيري، بسن كبير بعيدا عن كل شذوذ وكل جريمة، يكتب في الأحضارية: نعم، أن يمتثل علي أحمد، يمتثل أمام محكمة الجنايات. هاي الكلمة أقلقتني صراحة، وأريد أقول على أن هذه الكلمة تمنيت أن تطلق على هؤلاء الملثمين الذين سرقوا البنوك والذين اختلسوا أموال الناس في المنشآت العامة وفي المنشآت الخاصة. هل تمكنوا أن يقولوا أن يمتثلوا أمام محكمة الجنايات؟ وما معنى الجناية؟ الجاني هو الذي يقتل، والذي يسرق، والذي يعتدي على أعراض الناس، الذي يدخل حرمات الناس عند الفجر وفي منتصف الليل. لماذا لا يمثل هؤلاء أمام المحكمة؟ ولكن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم فك أسرانا، شافي مرضانا، رد غرباءنا، ارحم شهداءنا، واجعل لنا أمنا وأمانا في هذا البلد الحبيب، بلدنا البحرين الحبيبة. ولا بد أن نبقى دائما وأبدا بكلمات وصرخات إمامنا أبو عبد الله الحسين: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات.